إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشهر الرابع بعد الولادة، ماذا يحصل الطفل بالضبط في هذه المرحلة. تلاحظ الأم أن طفلها ينام ساعات أطول خلال الليل ويبقى مستيقظا لفترة طويلة خلال النهار. عندما يكون مستلقيا على بطنه يستطيع الطفل أن يبقي رأسه في وضع ثابت ويدعم الجزء الأعلى من جسمه بواسطة كلتا يديه، وتقوى عضلات الرقبة والظهر لدى الطفل فيتمكن من الجلوس لوهلة قصيرة بمساعدة الأم في الشهر الرابع. ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يمد يده ليتناول ما يريده، وأيضا يتضاعف وزنه عن وزنه السابق عند الولادة. طبعا الوزن السابق عند الولادة يكون تقريبا من 3.5 كيلوغرام إلى 4.1 كيلوغرام. وأيضا هنا ممكن أن ينمو سريعا جدا ويحصل ويكون وزنه تقريبا 6 كيلوغرام. ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يمد يده ليتناول ما يريد، ويتضاعف وزنه، ويبدأ بالتعرف على أمه وأبيه بالرقم من كون النظر لديهما ما يزال ضعيفا، ما بعد يكون تجيه القدرة الكاملة من ناحية البصر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. وإن شاء الله راح نتكلم في الدرس القادم عن الشهر الخامس بعد الولادة.